السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير متابعينا الأعزاء. كلايزلر موديل 2022 بالمحرك اللي هو 6 سلندر، هذه الفئة اللي هي الاس سبورت تعتبر فول اوبشن من ناحية المواصفات والإضافات اللي عليها، ولكن بالمحرك اللي هو 6 سلندر. هذه السيارة صراحة اللي مفروض أنها ما تتوقف، هي وتشارجر مفروض اللي يكون عليها تطويرات على المدى البعيد جدا. سيارات فيها رساوة قوية جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، الناس اللي استخدمتها بغض النظر عن القساوة اللي فيها، تكلم كقساوة طبيعي جدا من سيارات رياضية تعتبر، ولكن فيها رساوة، فيها ثبات في المنعطفات في السرعات العالية وغيرها. السيارة هذه حرام صراحة انها يعني تتوقف. عموما توفقت الحمد لله بلون جدا جميل اللي هو اللون الفضي، حاولت اخليها بترتيب حلو مع اشعه الشمس عشان يوضح لكم اللون الخارجي، وايضا نقدر نشرح المواصفات الداخليه. المحرك اللي هنا 6 سلندر 3.6 لتر تنفس طبيعي، يعطينا قوه 300 حصان وعزم دوران 353 نيوتن متر، مرتبطه بناقل حركه 8 سرعات دفع خلفي، فهذا شيء جدا مميز في السيارات هذه انها دفع خلفي. طبعا في محركات 8 سلندر، لكن حاليا المتاح 6 سلندر، هذا اللي اشوفه في السوق حاليا اكثر شيء متاح. نتكلم عن المواصفات اللي موجوده عليها صراحه. كباكج امان ما شاء الله حدث ولا حرج، عليها نقاط عمياء، عليها رادار امامي تنبيه خروج عن مسار، عليها 6 حساسات اماميه بالاضافه الى 6 حساسات الخلفيه، اناره اماميه الاي دي عند الانهاري هنا موجود، راح نصوره ان شاء الله بعد شوي، بس اعذرونا على اشعه الشمس حاليا لانه عاكس عليها شغله، بعد شوي نشوفها بشكل اوضح. الجنوط هنا مقاسها 20 انش، هذه الجنوط الخاصه بفئه الاس اللي هي السبورت، الانارات اللي جايه على الرفارف الاماميه والخلفيه كاناره عواكس، عليها فتحه سقف بانوراميه دخول ذكي من جهه الساق والراكب، النقاط العمياء ما ننساها موجوده في المرايا. الصرفيه هنا اللتر الواحد مشيها 12 كيلو فاصله 7، تقييم سيء. البنزين هنا حيكون 91 وعادي تعبيه 95. سعة خزان الوقود هنا 70 لتر. شوف السيارة من الخلف، عليها جناح خلفي، كتابة 300 اس دلالة على الفئة، 6 حساسات خلفية كذلك الأمر، 6 ولا 4، لا والله 4 حساسات خلفية مو بست، لأنه أمامي 6 خلفي فقط 4، زي ما تشوفوا المفروض يكون هنا في شيء لكن ما في. مخرجين للعادم حقيقيان مع كاميرا خلفية، الشنطة الخلفية هذه تفتح يدوي وتتقفل بشكل يدوي. طبعا الساعة ما شاء الله حدث ولا حرج، أمريكي، الأمريكي دائما الساعة فيه جدا ممتازة، تقفل بشكل يدوي. شعار كلايزلر هنا موجود مع الكاميرا الخلفية، منارة الفرامل. نجي الآن للسيارة من الداخل. الداخلية هنا عندنا جايب اللون الأسود، هذه ديكورات معروفة على الكلايزلر أو على تشارجر، نفس الديكورات ونفس ترتيب المقاعد بشكل عام سواء كان رياضية أو عادية، وبنفس الوقت نفس ترتيب أماكن الأزرار. عندنا هنا فورميكا اللي جاية بيانو بلاك، الزجاج الخلفي عادي مو بوتو، طلوع ونزول، هنا جلد وهنا جلد كذلك الأمر، هنا الرابر عالي الامتصاص صراحة جميل جدا. المقاعد هذه زي ما تشوفون جاية باللون الأسود جلد، فيها مسند وسطي مع حاملات أكواب، وأيضا مساحة تخزين هنا بدون منافذ للطاقة، ومنافذ الطاقة هنا مع تدفئة للمقاعد الخلفية، والتحكم في الستارة الخلفية على ما يبدو لي، الستارة الخلفية في هنا ورا بعد نشوفها إن شاء الله. المقاعد مخرمة عشان تهوية صراحة. نتكلم على ساعة داخلية، الكلايزلر والتشارجر بشكل عام الساعة فيهم خلفيا فيها ضيق شوي، خاصة المقاعد هذه الرياضية، المقاعد العادية لا تجي أوسع وتجي أريح صراحة مصداقية. أنا شخص استخدمت التشارجر، كانت معهد إخواني فترة استخدمتها كمقاعد أمامية، أوكي مريحة لما أنت تسوق رياضية، لكن خلفيا مو مرتاح أبدا. طبعا أنا أي سيارة أركبها ماني مرتاح طبيعي، طولي قرابة 190 سنتي عشان كذا مرتاح بأي سيارة.
فزبده هذا المسند هنا عليه هذه القماش، فتحه السقف البانوراميه صراحه هذه اللي تتميز فيها التشارجر عن الكرايزر عفوا عن التشارجر. هذه هي من الامام، ناخذ عليها نظره ونروح نشرح بقيه مواصفاتها. زي ما ذكرنا لكم دخول ذكي، المقاعد الاماميه التحكم فيها كهربائيا، عندنا هنا الزجاج الامامي اوتو تحكم في ستر لوك الابواب والزجاج، بالاضافه للتحكم في مرايا بدون طي وذاكرتين لحفظ وضعيه مقعد الساق. بيانو بلاك، الجلود هنا موجوده، هنا فتح خزان الوقود بالزر هذا، عندنا خلينا نقول ختم كتابه كلازلر على العتبات حقت الابواب. هنا عندنا التحكم في الاناره مع كشافات الضباب ومستوى اناره العدادات ومستوى الإنارة الداخلية ككل، هذه معروفة في الأمريكي، وفتح الشنطة الخلفية والتحكم في عجلة القيادة كهربائيا، وهنا فتح غطاء المحرك والجرنط جاي أرضي. هذه هي المقاعد الأمامية، أصور لكم هذه الجهة أوضح صراحة. عندنا كتابة الإس في المنتصف، مقاعد رياضية. ندخل داخل المواصفات، نشغل السيارة ونكمل لكم بقية المواصفات ونقول بسم الله. هذه السيارة من الداخل، عشان شغل التكييف صراحة، لأنه مع أن الأجواء الآن حلوة بس السيارة بحكم أنها جاية على الشمس بشكل مباشر فضربتها ضربة محترمة الشمس داخليا، والداخلية سوداء فتحس بحرارة. عموما أكمل لكم بقية المواصفات، عجلة قيادة مكسوة بالجلد وجميلة صراحة جدا، عندنا تبديل خلف المقود بالإضافة لتبديل التركات اللي موجود في الخلف هنا، يكون هذا هو يمين ويسار. التحكم هنا في شاشة العدادات، هذه العدادات مع الشاشة حقتها، تقدر تتحكم كثير من القراءات، من هنا ترجع تروح للسرعة، ضبط الهواء للكفرات وغيرها من القراءات. الاربيم على اليسار، السرعة هي بشكل اوضح، الاربيم يسار، السرعة يمين، البنزين جاي هنا والحرارة جاية هنا. التكييف موجود هنا، التكييف في الكلازر والتشارجر بشكل عام ممتاز ما يحتاج. على جهة اليسار هنا التحكم في مساحات الزجاج مع الإنارة ككل عالي، وخلنا نتكلم الفليشر، وعلى ما يبدو لي فيها عالي أوتو، ماني متأكد صراحة، أتأكد لكم دقيقة لأن طفت الإنارة هذه، لأنه الإنارة حقت الإعدادات مقصرة. الآن تمام، تحكم فيها من هنا. العالي بتأكد، والله ما أنا متأكد إذا فيها عالي أوتو أو لا، بس اللي أعرفه بشكل عام إذا فيها رادار وتنبيه خروج عن مسار والأنظمة هذه يكون فيها عالي أوتو. هنا المهم تتحكم في رد وإغلاق مكالمات بلوتوث، وهنا تتحكم في الرادار الأمامي كمستشعر تنبيه خروج عن مسار وقيادة شبه ذاتية. أنا جربتها صراحة، تفاعلها كويس في التشارجر والكلايزر بشكل عام. هذه هي كعجلة قيادة ككل، ما فيها بروجيكتر طبعا. نجي للمنتصف، زر التشغيل هنا موجود، البيانو بلاك كذلك الامر موجود هنا وهنا وهنا على الجزئيه هذه. الساعه موجوده في الاعلى في المنتصف، الشاشه هذه وفيها كاميرا خلفيه رؤيه يعني منطقيه نوعا ما. فيها تحكم في التكييف كشاشه، خلينا نتكلم الميديا هنا موجوده، الكاربلاي الاندرويد اوتو، وعندنا هنا ايضا تقدر تتحكم في تعتيم المراية، تتحكم في الستارة الخلفية هذه، زي ما قلت لكم تقدر تتحكم فيها من الخلف، تقدر تتحكم فيها من هنا. خلونا نقفلها أحسن. في تدفئة لعجلة القيادة اللي صراحة ما نحتاجها هنا إلا قليل جدا في مناطق معينة، وتبريد وتدفئة للمقاعد الأمامية. هنا عندنا الأبز، وعندنا هنا النافيجيشن، عندنا هنا الفون، فيها كثير خصائص. الشاشة تحسنت سنة بعد سنة صراحة، ما كانت كذا سابقا أبدا، كانت معقدة شوي، لكن تحسنت بشكل أفضل كنظام، ونطمح إنه تكون أفضل من كذا بكثير، ولكن على كلامهم من السيارة خلاص يعني عروقها شبه ماتت. ننزل تحت للأسفل، هنا عندنا زر التراكشن، عندنا هنا زر تنبيه رباعي، التحكم خلينا نتكلم في الميديا كميوت وسكرين أوف اللي هو تقفل الشاشة تشغلها. عندنا هنا الحساسات تنبيه خروج عن المسار، وضعية القيادة الرياضية اللي هي السبورت، عندنا تراكشن هنا موجود، والتحكم في التكييف كدرجة حرارة منفصلة بين السائق والراكب. تحت هنا عندنا
مساحة تخزين فيها منفذ طاقة اللي هو ال 12 فولت، هذا هو هنا، وهنا كذا مساحة فاضية. بالإضافة إلى أنه هنا عندنا الجير الثمان سرعات الفرار، هذا مميز في الكلايزلر. هذه قاسية شوي صراحة. هنا مساحة تخزين بالإضافة إلى البيانو بلاك. وهنا أيضا في عندنا كوب هولدر. سابقا كانت تتميز الكلايزلر بوجود تدفئة وبريد لحاملات الأكواب، حاليا ما صارت تجي زي زمان. هنا عندنا المسند الوسطي فيه منافذ الطاقة، كذلك الأمر USB والIOX وال12 فولت، وهذه جزئية حافظة عملات ومساحة تخزين. الراكب عنده سنتر لوك والتحكم في الزجاج. هنا عندنا مساحة تخزين كذلك الأمر. من الأعلى مراية تعتيم تلقائي بكل تأكيد بيت لي النظارة، شيء مميز صراحة. إنارة السقف جاية هيلوجين، إنارة السقف جاية هيلوجين مو بالإيدي للأسف الشديد. مع التحكم في فتحة السقف البانورامية وستار حقتها. الشماسات كذلك الأمر فيها إنارة، وفيها القطعة هذه الزيادة، هذه اللي تستفيد منها صراحة بأوقات زي كذا. يعني هذا المميز في الأمريكي صراحة على مر التاريخ. الآن زي ما تشوفون الشمس جاية من هنا، أنا أقدر أطولها كذا وأقدر أزودها زيادة، فالشمس ما تزعجني أبدا، سواء كان للساق أو للراكب. فهذه من المميزات صراحة، من الحسنات اللي موجودة على السيارات الأمريكية. فهذه هي الكلايزر موديل 2022 300S من الداخل، ومن الخارج بكل شرح مختصر ناخذ نظرة على الإنارة الخارجية ونختم لكم بقية التفاصيل. هذه السيارة من الأمام مع الإنارات الأمامية. أول شيء عندنا الليد النهاري هنا موجود، هذا تشوفونه يرمش في التصوير، في الواقع ما يرمش. هذه الإنارة اللي هي العدسة العالية والواطي جاية زينون. إلى الآن أنتم مستوعبين سيارة موديل 22 زينون؟ خلاص انتهى الزينون من زمان، يعني المفروض استبدلوه في LED نفس المستخدم على كشافات الضباب، ولكن شيء احسن من ولا شيء. هذه الواجهه الاماميه مع اناره الفليشر برضو جايه في المنتصف. ناخذ نظره على الاناره الخلفيه، فيها اناره في المرايا الفليشر. هذه الاناره الخلفيه فل LED من الخلف بالكامل، حتى الريوس جاي هنا LED. اناره اللوحات كذلك الامر جايه LED. فهذه هي ككل إنارة أمامية وخلفية. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية التغطية لهذا اليوم، يعطيكم العافية. على المشاهدة سعر السيارة 164 ألف ريال شامل للضريبة. صراحة السيارة سعرها على المواصفات اللي عليها إلى الآن يعتبر كويس، بغض النظر هي 6 سلندر ولا 8، ولكن على المواصفات اللي عليها في الرادار، منظمة الأمان هذه، الدلع الداخلي كتبريد وتدفئة لي، المقاعد، فتحة سقف البانورامية وغيرها من الخصائص، يعتبر إلى الآن سعرها صراحة منطقي جدا. وبس ما نطول عليكم، يعطيكم العافية. على المشاهدة لا تنسون تشتركون معنا في القناة وتفعلون الجرس عشان توصلكم مقاطعنا أول بأول، وأيضا ضيفوني على بقية حساباتي تيك توك سناب شات وإنستغرام. يعطيكم العافية، على المشاهدة وفي أمان الله.